السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعت لحضراتكم بعد ما اللايف قطع، يمكن الانترنت ما كانش كويس، فقلت أغير مكاني وأخش في مكان ممكن يكون الانترنت فيه أحسن. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بسم الله، مكملين خواطر العشر الأول من ذي الحجة، واتفقنا ان احنا هنحاول نعمل أكبر عمل صالح أو من أكبر الأعمال الصالحة اللي ربنا بيحبها عموما. فلما نعمل عمل صالح كبير في أشرف أيام الأرض وأعظم أيام الأرض، يا رب العمل ده يلقى قبول من ربنا ويرضى عنا ويحبنا زي ما احنا، مش زي بقى أكتر ما احنا بنحبه سبحانه وتعالى. وقلت لحضراتكم في بداية العشر الأوائل أن من أشرف الأعمال هو حضور مجلس العلم، ومن أشرف مجالس العلم هو حضور مجلس القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصل لهم أربع حاجات: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ملأة المكان ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولو إحنا ممكن نكون يعني مش عارف أقابل أعداد حضراتكم بصفة منتظمة وجها لوجه ونقعد في مجالس مع بعض، فلعل الوسائل اللي بتقربنا من بعض، وسائل التواصل دي، تبقى مجلس علم ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا رب نتعلم بنية ان احنا نعمل ونعرف ربنا سبحانه وتعالى، وبنية ان احنا نعلم كمان لو ربنا ادانا الاذن بكده. النهارده هنتكلم عن صورة من الصور القصيرة اللي في خواتيم القرآن، وهي اطول شوية من الصور اللي خدناها قبل كده، عشان كده انا هاخد نصها الاولاني وبكرة هاخد نصها التاني. صورة النهارده هي صورة الانفطار، وهي صورة مكية، يعني نزلت في مكة في اول 13 سنة من دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صورة بتتكلم عن احداث يوم القيامة، وأحداث يوم القيامة دي بعد ما قرأ سورة الانفطار هقول لك مين اللي هيشوف الأحداث دي. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هنقف هنا وأحكي لحضراتكم أقوال العلماء في الآيات دي ونكمل بكرة إن شاء الله. سورة الانفطار بتتكلم عن الأحداث اللي هتحصل يوم القيامة، في نفس يوم القيامة. الأحداث اللي هتحصل في نفس يوم القيامة مش كل الناس هتشوفها، لأن الصالحين مش هيكونوا عايشين يوم القيامة. يوم القيامة هيقوم على أشر الناس. قال صلى الله عليه وسلم عن علامة من آخر علامات القيامة الكبرى، قال: ثم يبعث الله ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، ثم تقوم القيامة على شرار الخلق. أكتر ناس بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى هم اللي هيشوفوا أهوال يوم القيامة. أما الناس الطيبين الكرام اللي بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وبيطيعوا ربنا سبحانه وتعالى، يوم القيامة مش هيعدي عليهم، هيكونوا أموات في جنتهم في القبر، ثم تقوم القيامة على شرار الخلق. عشان كده احنا بندعي ان ربنا ينجينا من اهوال يوم القيامة بان احنا نكون الصالحين. فلو كنا متنا قبلها زماننا مدفونين، ولو كنا عايشين وقتها ربنا سبحانه وتعالى برحمة هيقبض ارواحنا قبل الاهوال دي. الانفطار هو التشقق، السماء بناء مش هوى. ربنا بيقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. والسماء مخلوقة في يومين، والأرض مخلوقة في أربعة أيام زي ما ربنا قال في سورة فصلت. والسماء اللي مخلوقة في يومين ده موضوع كبير بقى. هذه السماء ستتشقق، وأنا مش متصور إيه الصوت اللي ممكن تحدثه السماء ده، السحاب ولا البرق ولا الرعد، إحنا بنترعب من الأصوات دي، فما بالك بتشقق هذا البناء اللي ربنا قال أشد خلقا من الدنيا دي كلها. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، ما بقتش بالنظام بتاعها، اتبعترت. عارف لما حاجة تخاف وتطلع تجري؟ حصل شيء من عدم الاتزان في الكون، لأن الكون انتهى خلاص. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، يقال إن البحار اللي بتشكل 71% من الكرة الأرضية هتبقى بحر واحد، مش هيبقى فيه بينهم أي فواصل، وهتطغى البحار وتغرق الكرة الأرضية فيبقى بحر واحد بس.
وإذا القبور بعثرت. بعثرت القبور، الأرض شايلة مئات عشرات المليارات، الله أعلم عدد الناس من لدن سيدنا آدم لغاية يوم القيامة هيبقى كام، شايلة عشرات المليارات من البشر. ولما تقوم يوم القيامة روح كل واحد هترجع لنفس جسمه، وإذا النفوس زوجت. وتقوم الناس دي، ناس كتير هتقوم مفزوعة من يوم القيامة، وناس كتير هتقوم هادئة ساكنة مطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم ما يقول لكم يلا يوم القيامة، في ناس هتقوم تقول الحمد لله الحمد لله. ليه؟ لأنه عايش في الجنة في قبره، فهو مش قايم مرعوب ومش قايم خايف من اللي هيحصل. ليه؟ لأن في القبر رأى مقعده من الجنة. فأنت ربنا مطمنك وانت في القبر، مفيش مفاجآت تخوفك يا ترى لما اطلع اتحاسب. لا، ما انت ربنا مطمنك وموريك مقعدك وانت في القبر، لانه ربنا حنان كريم، يحب يشوفك وانت مطمن لبكره، يحب يأمنك من بكره. فربنا بيقول واذا القبور بعثرت، في قبور هتطلع الناس مرعوبه متبعتره بتجري. فاكر لما ربنا قال في سوره الزلزله واخرجت الارض اثقالها، وربك يقول في الصورة الثانية يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث جمع جدث وهو القبر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب يعني حاجة كده كله بيتجه ليها، شيء كأنه مكان كلنا هنتجه ليه. الصالحين هادئين مستبشرين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. مفيش لقطة خوف في يوم القيامة على الصالحين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، مش كلامي، كلام ملك الملوك، ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فربك سبحانه وتعالى يقول وإذا القبور بعثرت، ساعتها علمت نفس ما قدمت وأخرت. بيحصل شيء اسمه إيقاظ الإدراك. أنا كنت ملهي، ملهي في شهواتي ورغباتي واحتياجاتي. لما يحصل حدث كبير الإنسان بيفتكر إيه اللي ينجيه، كل دوافع البقاء بتطلع، تقعد يجي في بالك طب أنا أعمل. يقولك المفلس بيدور في دفاتره القديمة، لو واحد فجأة فلس يقعد يدور في دفاتره يكونش حد عليه دين ليا، ولا يكونش فيه فلوس من نسيها في جيب بنطلون ولا حاجة. إيه اللي حصل؟ تفكيره اتغير وإدراكه اتغير. لما بيقوم يوم القيامة هقول لربنا إيه، وهقول لربنا إيه من ساعة سن البلوغ لغاية ما موت. علمت نفسه ما قدمت وأخرت، كل حاجة فاكرها كويس قوي، وعمال أقول لرب. فاكر لما ربنا قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، very sharp، فاكر كل حاجة الصغير والكبير. علمت نفسه ما قدمت وأخرت. وبعدين ربك الرحيم عاتب عتاب، قال له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. عارف معنى العتاب ده ايه؟ ما غرك بربك، لأنه كريم. انت بتعمل مع ربنا كده ليه؟ هو عشان حنين؟ وهنا عايز اقف معاك وقفة مهمة قوي. من اكتر ما يفسد علاقات البشر انك تندم بني ادم على عطائه، وتندم بني ادم على طبعه الجميل معاك، وتندم بني ادم على تسامحه، فتستغل كل لطف منه في انك تيجي عليه، وتستغل كل صفة جميلة انك تشوف ازاي هتنتفع منه وترميه بعد كده. فيجي يقولك انت بتتعامل معايا كده ليه؟ هو عشان انا حنين وطيب؟ ويجي الغرب يقولك don't take me for granted، ويجي الناس بقينا نقرأ الكلام ده على السوشيال ميديا، بقى في ثقافة في البيوت، يقولك موضوع الضمان ده انك انت تضمن واحد فتركنه على جنب. طب وانت لما ركنت الطيب على جنب رحت لمين؟ رحت للي بيديني فوق دماغي، اللي بيديني فوق دماغي خايف على زعله وخايف يأذيني، فرحت له وسبت الطيب. فيقول لك هو انا عشان طيب تسيبني؟ احنا ما نعملش كده مع البشر. يعني البني ادم اللي اخلاقه كده مع البشر نقول له دي اسمها علاقه مسمومه، سيبه يا طيب، سيب العلاقه المرهقه دي، ولله المثل. شايف المثال اللي انت ما بتحبوش ده وما تحبش انه يحصل معاك، ان حد يندمك على حبك ليه بانه يستغلك. فربك الكبير بيقول لك يا أيها الإنسان أنت اتخدعت كده ليه فيا؟ تتعامل مع ربك كده ليه؟ عشان كريم. والكريم هو الذي يعطي دون أن يسأل. معلومة بكررها على حضراتكم،
درسناها مع علمائنا في العقيدة لما درسونا العقيدة الطحاوية. يقول لك الله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. معنى الكلام ده إيه؟ معنى أن صفات ربنا مش محتاجاني أن أنا أشغلها أفعلها. فأقول لربنا يا كريم أنا عايز منك يا كريم حاجات، هيديك على فكرة، بس أنت لو ما قلتش يا كريم اديني، هو الكريم صفاته هتظهر في حياتك. يا رحيم ارحمني، ده مطلوب مننا، اعمل كده وادعي بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اطلب من ربنا. ولكن هو أنا لو ما طلبتش من ربنا يرحمني مش هيرحمني؟ يقول لي أنت ما طلبتش فالصفة وقفت؟ لا، ده هو هيكرمك دون أن تسأل. عشان كده الكريم الذي يعطي دون أن تسأل ودون أن يسأل، وإذا سئل أعطى فوق ما يسأل، والرحيم يرحمك، هو بيحب يعاملك بصفاته، هو صفاته فاعلة فيك. بس الظاهر بعضنا أساء الاستقبال، فلما شاف ربنا كريم ما بينتقمش. يعني واحد مثلا شتم شتمة سب الدين، من كرم ربنا أنه يمهله لغاية ما يتوب، مع إن الأقوى في عرف البشر إن واحد ساب الدين فشوفنا الصاعقة نزلت قامت خاسفة بالأرض، فكان عبرة لمن يعتبر، فمحدش ساب الدين والكل عظم ربنا، كانت تبقى حلوة. لكن تصدق إن ربنا لأنه كريم سابه وبعت له ناس تكلموا عنه وتكلموا عن عظمة ربنا يمكن يتوب؟ ولكل واحد بص بعينيه على مشهد غلط، ولا بص نظرة شهوانية على الجنس الآخر، مش كان يتعمي فيبقى عبرة؟ سيبدو أن الكريم بيمهل، يبدو أن من كرم الله أن أنا ممكن أكل وأشرب لمدة أسبوع واتنين وما أقولش الحمد لله على أي لقمة، وتفضل اللقمة تزيد في إيدي ويشبعني كمان وكمان. ليه؟ لأنه كريم. يبدو أن أنا ربنا مش بيتعامل معايا لو ما اديتنيش حقي مش هديك حاجتك، ما بيتعاملش كده. يعني لأن في ناس كتير لو ما صليتش الفجر يصحى ما لقيش عربيته، ما أنت ما صليتش يبقى ما تطلبش مني حاجة. ده مش ربنا، ده مش ربنا. فبعض الناس مننا يبدو انه ما استقبلش كرم الله صح. فكان كرم الله بسبب استقباله، مش بسبب كرم الله، بسبب استقباله، كان سبب في بعده. فقال له هو انا عشان كريم بتعمل معايا كده؟ يا ايها الانسان يغتر يعني ينخدع، ما غرك بربك الكريم. الصالحين لما يشوفوا صفات ربنا الرحيمة معاهم بيستحوا من الله، فيبقى عنده حياء، فيقول ربنا كريم كده وانا وحش كده، حقك علي يا رب، والله ما هفوت فرض بعد كده. ربنا يرزقني بالست الطيبة دي وانا ابص لواحدة تانية، لا يا رب حقك علي يا رب، انا هكرم الست دي، يبقى جوزها شقيان عشان يوفر لها اللقمة وهي تبقى قاسية عليه بالطريقة دي وما تهتمش بيه، لا يا رب حقك علي انك انت مخليني مسطورة واكرمتني بالرجل اللي شقيان ومخلص ده، طب أنا يا رب هعتذر لك بإكرام هذا الإنسان. لأن ساعات كتير الإنسان لما بتبقى النعمة مستقرة عنده بيصاب بالملل، بيزهق من كتر الاستقرار. ومن أكتر النعم المستقرة عندنا هي صفات ربنا اللي بيعاملنا بيها، إنه كريم على طول ورحيم على طول. فبيقول لك ما تعملش كده، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هل لأنه خلقك فسواك فعدلك عندك أفكار وعندك قرارات وجسمك قوي ممكن تفتري على الغلبان وعندك اتصالات وعندك معارف عشان أنت معدول كده؟ مع أنه كان يقدر في أي صورة ما شاء ركبك، كان يقدر يسلب منك القوة ويركب فيك العجز بطريقة تتعبك، لكنه خلقك فسواك فعدلك. فكأنه بيقول له بلاش كده، اجعل كرم الله يصيبك بالحياء، والإقبال على الله مش القوة والافتراء. يا رب خد بإيدينا واصلح أحوالنا واهدينا واقبل منا أعمالنا ولو كانت بسيطة في هذه الأيام، ونجنا مما نخاف ونحذر، ووسع علينا في أرزاقنا بغير مذلة ولا مهانة للنفس يا مولانا، وبلغنا يوم عرفة، وبلغنا يوم عرفة، واجعلنا لك فيه من الطائعين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد. نشوفكم مرة جاية إن شاء الله بكرة على خير، والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم.